انا ما حدا بيمثلني غير انا. واللي مفكر انه انا جايه بس هيك مشان اتصور بيبقى كتير كتير غلطان. بين الحضور والغياب، مشاهد من مراسم تشييع الفنان الراحل زهير رمضان صدرت حديث رواد منصات التواصل الاجتماعي. فغياب القديرة منى واصف عن مراسم تشييع الراحل دفع الفنان المعارض عبد القادر الملا ليطلع بفيديو على يوتيوب ويقول انه عدم حضوره كان مقصود، كون سبق وألصق زهير تهم ضده بفترة الحرب السورية. وقال عبد القادر انه قد ما كانت الست منى متسامحة وقلبها كبير، ما رح تسامح يلي طعن بظهرها وحرض عقتلها، وحتى اجزم انه امتنعت عن الحضور مو لاسباب صحية مثل ما قال، لانه ما بدها تكذب على حالها وبدها تحافظ على مصداقيتها مع ذاتها. الى ان حضور منى واصف باول ايام عزاء النقيب بدمشق ضرب بكلامه عرض الحائط، واكدت كمان انه كلامه ما بيمثلها نهائيا. وجودك كان رساله لكل حدا، في فنانين من اراء سياسيه مختلفه طلعوا وقالوا انه الست منى واصف ما اجت لانه مو مسامحته. على شو بدي سامحه؟ لا ما في هيك شيء. هذا انا شوفي، انا فنانه قبل ما اكون فنانه، انا انسانه سوريه متربية ببيت أصيل. الموت ما في شماتة، المرض ما في شماتة، ما في محاسبة. إن حصل أي شيء الله بيحاسب إذا كان في أي شيء، غير هيك ما في. أنا بالنسبة لي بحضرة الموت لا يمكن أشمت، لا يمكن. ولما بجي هذا واجبي، واجبي كفنانة، واجبي كإنسانة، وما في عندي موقف أنا ضد ولا يمكن. طلع الفنان عبد القادر الملا ظن كنيته وقال إنه ظلمك كثير الأستاذ زهير ولهيك مالك موجودة اليوم. رسالة كبيرة وجودك. لا لا كبرنا كثير بوجودك. الله يخليكي. يعني هذا بيدل على إني أنا ما يعني شو بدي أقول؟ كلامه ما بيمثلك؟ أنا ما حدا بيمثلني غير أنا بس. هذا جواب صح. أنا بمثل ومثل نفسي فقط لا غير. رسالة لكل الفنانين المعارضين يلي شمتوا حتى بوفاته. هذا ما بصير. بالموت ما في شماتة. نحن مالنا، ما بنعرف بكرة شو الله كاتب لنا، مزبوط أم لا؟ لا بالموت ولا بالمرض. لسه المرض بيخوف أكثر من الموت. الموت بيرتاح الواحد. لا لا لا، أعوذ بالله. أنا عندي واجب ما فيني يعني ما شوفي. أنا كان ممكن ما جاوبك حتى أقولك لا جواب يعني على هذا الشيء. وإذا بدك الحقيقة هي هذا الموقف، أنا أنه لا جواب. لازم حدا يحكي عني أي شيء، يعني ما حدا يحكي عن لساني. ومن المشاهد يلي لفتت الجمهور بجنازة زهير رمضان، حمل بسام دكاك جثمان الراحل على أكتافه، رغم أنه كان في خلاف كبير بيناتهم، وسبق وطلع بسام بلقاء إذاعي واشتكى من وضعه المعيشي بعد ما تم فصله من النقابة. أشادوا بحملك نعش الفنان زهير رمضان، شو بتقول لهم؟ أنت تقصدت أنك يعني تكون متواجد؟ طبعاً أنا تقصدت تكون متواجد لحتى سامحه أول شيء. وانا فت لجوا بدي اشوفه بس ما خلوني اشوفه، وانا كنت بدي بوس راسه وبدي اقول له سامحتك وسامحني. ويلي مفكر انه انا جايه بس هيك مشان اتصور بيبقى كتير كتير غلطان. انا وفي وفي مع الناس يلي بتكون اوفياء معي بالحياه، فكيف هو كان معي وفي بالحياه ما بدي يكون وفي معه بمماته؟ الله يرحمه ويسامحه. وصدقيني لو استاذ زهير رمضان هلا سمعني بقول له مسامحك دنيا واخره، بس مو مسامح اللي كانوا السبب، وهن بيعرفوا حالهم وقلهم يوم. بس رب العالمين له حكمة دائما. بجوز بكر بس قدر الله وما شاء فعل. الله يرحمه ويسامحه. يعني أنا بكاني مرتين الله يرحمه ويسامحه. أول مرة بكاني وقت ظلمني، والمرة الثانية وقت سمعت خبر وفاته. فبقول له الله يسامحك ويجعل روحك بالجنة. بس هدول الدموع اللي نزلوا، أول دمعة وقت ظلمني نزلت قاسية، وهي الدمعة الثانية نزلت أسى من الأولانية، لأني خسرته وخسرت الذكريات الحلوة اللي كانت بيني وبينه رغم الخلاف.